ينضم إلينا من عمان محلل أسواق مالية في إكويتي جروب رائد الخضر للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا رائد. إذن بداية، ما هي البيانات والمعطيات في الأسواق حاليا التي تحرك أداء الدولار ومؤشر الدولار وتأثيرها أيضا على عوائد السندات؟ طبعا كان عندنا آخر هذه البيانات ISM Manufacturing واللي أظهر عندي تراجع في النمو بعض الشيء عن المتوقع، وهذا من شأنه كان أنه يعطيني إشارات ضمنية أنه التشدد السريع ورفع أسعار الفائدة بشكل كبير وبوتيرة سريعة من قبل الفدرال الأمريكي ممكن أن يؤتي بآثار سلبية على الاقتصاد الأمريكي. وهنا شهدنا أنه الدولار الأمريكي بدأ يصحح بعض الشيء أيضا. في نفس الوقت في عندنا نتيجة التوترات الجيوسياسية اللي موجودة في بين روسيا وأوكرانيا والتصعيد الذي يحدث هناك. أعتقد آخر التصريحات كانت يعني من الصين التي أظهرت أنه رغبتها بالتخلي عن الدولار أو حيازاتها من القطع الأجنبي للدولار الأمريكي في البنوك الصينية، وبالتالي ذلك ممكن أن يضغط بشكل أو بآخر على الدولار الأمريكي. إجمالا الإفراط في تشديد السياسة النقدية من قبل الفدرال الأمريكي فجر ما يسمى بحرب العملات بشكل واضح، وذلك ضغط على أداء الدولار الأمريكي. ما ننتظره أكثر حول أداء الدولار الأمريكي بيانات الوظائف غير الزراعية التي ستصدر يوم الجمعة. من المهم جدا متابعة هذه الأرقام لأنه معطياتها سوف تؤكد إذا كان هناك تأثر لأفضل أو النقطة الإيجابية في الاقتصاد الأمريكي والتي يتغنى بها بشكل كبير جدا جيروم باول وأعضاء الفدرال الأمريكي، أن سوق العمل أداؤه ممتاز وجيد جدا. إذا بدأ يظهر هذا السوق تراجع أو إظهار علامات سلبية، أعتقد بأن الفدرال الأمريكي سيبطئ عملية تشديد السياسة النقدية حتى وإن كان التضخم لم يصل إلى مستهدفاته بعد. نعم. عند 2%. نعم رائد، أيضا يعني العملة الأوروبية لاحظنا منذ بداية تعاملات هذا الشهر وهي تدخل في حالة من التراجعات في ظل الارتفاعات الحاصلة يعني معدلات التضخم. هل هنالك أي توقعات لقرارات مرتقبة من المركز الأوروبي تتحدث عن أسعار الفائدة، وأيضا في ظل التوقع بارتفاع أسعار الطاقة التي تؤثر مباشرة على أسعار اليورو؟ يعني التوقعات بأنه يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ب 75 نقطة أساس في اجتماعه القادم. خليني أقول أنه اليورو بعض الشيء يعني ليس في حالة انهيار في الوقت الحالي على الأقل عند 98 سنت. أعتقد من المرجح أكثر أنه نشوفه يناور مرة أخرى بالاتجاه الصاعد مستغلا ضعف الدولار الأمريكي المؤقت، ولكن المنطقة الأوروبية ترزح تحت ضغط التوترات الجيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية بشكل كبير جدا، وأزمة الطاقة مع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكبر ممكن أن يضغط ذلك على أداء اليورو بشكل أكبر في الفترة القادمة. فضمنيا نتحدث على أن اليورو في منطقة نوعا ما مستقرة، ولكن هو استقرار فلق يميل أكثر إلى إمكانية المناورة بالاتجاه الصاعد في الفترة القادمة ما لم يكن هناك تصعيدات أكثر حدة فيما يتعلق بأزمة الطاقة أو فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية. أعتقد هذا هو المحرك الرئيسي. أما إذا بدنا نتحدث عن سياسات نقدية فقط، فأسعار الفائدة توقعات ب 75 نقطة أساس، ولا يزال وتيرة الرفع هي أقل من الفدرال الأمريكي الذي يرفع أسعار الفائدة. احتمالية رفع أسعار الفائدة هي أكثر من 50% ب 75 نقطة أساس في اجتماعه القادم كفدرالي. نعم رائد، أيضا يعني بالحديث عن السياسات النقدية لاحظنا بنك إنجلترا تدخل بشكل يعني ملفت في الأسواق لإنقاذ الجنيه الإسترليني. هل فعلا يعني دخل الجنيه في حالة من الارتفاعات، ولاحظنا باقي العملات السلعية في ارتفاع حاد نوعا ما؟ يعني بالنسبة للجنيه الإسترليني، الإسترليني كان هناك دراما غير مسبوقة في الأسواق خلال الأسبوع الماضي. نحن شهدنا الجنيه الإسترليني قرابة 1.3 ومن ثم نشهده الآن عند 1.14، مشوار طويل تقطعه عملة الجنيه الاسترليني. عادة هذه الرينج أو هذا المدى يقطعه الجنيه الاسترليني خلال شهور، قطعه في أقل من أسبوع، ونظرا للخطة الغير مسبوقة التي تقدمت بها رئيسة الوزراء البريطانية والتي أثارت جدلا بشكل كبير، واضطرت المركزي البريطاني للتدخل لتحقيق استقرار في سوق السندات.
حتى لا يكون هناك عزوف كلي عن شراء السندات البريطانية نتيجة خطة خفض الضرائب بنسبة 45%، وهي التي يعني تمويلها سوف يكون عبر الديون، وهذا سيؤثر بشكل كبير على قوة الجنيه الاسترليني وعلى الزيادة البريطانية بالنسبة للدين. أعتقد النقطة كانت هي تراجع الحكومة البريطانية عن الخطة، حقق يعني أزاح العبء عن المركزي البريطاني بأن يكون هناك أي تدخلات أكثر حدة في السياسة النقدية أو في عملية رفع أكبر في أسعار الفائدة. وهون شهدنا الجنيه الاسترليني يعود للارتفاع، ومن المتوقع أن يواصل ارتفاعاته، قد يصل إلى 1.20 خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا. نعم، محلل الأسواق المالية في إكويتي جروب الأستاذ رائد خضر، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.